ترقبوا الليلة من مدينة نابولي الإيطالية، تغطية خاصة لمراسم تسليم محمد أبو العنين الاقتصاد المصري جائزة نوبل المتوسط من منظمة البحر المتوسط العالمية. 43 دولة تختار محمد أبو العنين لدوره الوطني في التقريب بين شعوب المتوسط. تكريم السيد محمد أبو العنين هي تحتفل بتكريم العلاقات المصرية الإيطالية وتكريم لمصر. حيثيات حصول أبو العنين على الجائزة التي حصل عليها رؤساء وملوك من 43 دولة بحوض المتوسط. هناك ثلاث محطات تاريخية جعلت لجنة الجائزة تختار الأستاذ محمد أبو العنين. دعونا تغطية خاصة من نابولي في على مسؤوليتي مع أحمد موسى، الليلة 8 مساء على صدى البلد، انطلاقة جديدة.